يقول احسن الله اليكم، يعني يطلب ان تخبرهم بشيء من مناقب الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز قد جعل الله له لسان صدق في الامه ولا عصيته في العالم الاسلامي، وعرف بمحاسن كريمه بعلمه وكرمه وحلمه وحسن خلقه وعنايته بالحديث والبعد عن التعصب للرأي والنص لعباد الله والدعوة إلى الله، وكان دمث الأخلاق في معاملة الجليس وحسن الاستقبال والصبر، كان يعمل أعمالا كبيرة في كان في مجلسه يرد على الهاتف، يجيب على المستفتين في مجلسه وعلى المتصلين به، ويرد على المسلمين ويسأل عن القادمين على مجلسه في وقت واحد من هنا، وربما يملي أيضا في هذا الوقت بعض الأجوبة. فكان رجلا عظيما ونادرا. سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. نعم.